بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المراجعة النهائية في الاحتمالات لشعبة علوم تجريبية وتقني رياضي ورياضي، حيث أبنائي تطرقنا في هذا الفيديو إلى اللجان وشجرة الاحتمالات وطرق السحب، أي على التوالي وفي آن واحد، والمتغير العشوائي بأشكال مختلفة، وحساب الاحتمالات لحوادث كثيرة ومتنوعة، وكذلك الأمل الرياضية وأشياء كثيرة تخص هذا المحور يا أبنائي. إذن وإن وجدتم خطأ في الحساب فاعذروني في الكمال لله يا أبنائي، حيث قمنا بحل أولا تمرين خاص في اللجان وما أشبه ذلك. التمرين الثاني هو السحب يا أبنائي، طرق السحب وحل هذه المتباينات. عندنا كذلك الحالة الثالثة كذلك أبنائي، هذا التمرين الرائع اللي هو السحب من صندوقين. عندنا وكذلك عندنا هذا التمرين الرائع كذلك يا أبنائي، ثم ختمناها بهذا التمرين الذي فيه كذلك آن كرة بيضاء. لهذا أنصحكم بمتابعة الفيديو والصبر عليه، لأن هذا المحور هو محور سهل لكن يحتاج إلى أفكار جد قيمة أبنائي. إذن ولهذا ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة. إذن ننطلق أبنائي في الشرح، حيث ننطلق أولا بتمرين الذي يتحدث عن اللجان. قال جمعية خيرية تتكون من 12 شخص، 7 رجال و5 نساء، من بينهم رجل واحد اسمه محمد من الرجال. قال نريد تشكيل لجنة للتسيير بها 3 أعضاء، كل شخص له الحق أن يكون في اللجنة. واحد روماني قال ما هو عدد اللجان التي يكون فيها أعضاء اللجنة 3 كالآتي: رئيس، نائب له، وكاتب. يعني هنا حددت المهام، ركزوا جيدا. ثاني روماني قال الآن في حالة أعضاء اللجنة 3 لهم نفس المهام لكن لم تحدد. قال واحد عين عدد اللجان التي يمكن تشكيلها في هذه الحالة. ثانيا قال احسب احتمال الحوادث التالية: أ اللجنة تضم محمد، ب اللجنة تتكون من رجلين وامرأة، C اللجنة بها على الأقل رجل، D اللجنة مكونة من امرأة على الأكثر. ثالثا قال ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل اختيار عدد الرجال الذين يحملون اسم محمد. يعني هنا الأمر متعلق بالرجال لكن الذي يحمل اسم محمد في اللجنة المكونة، بالرغم أن عندنا محمد اسم لرجل واحد. قال ألف عين قيم المتغير العشوائي X، بقل عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X. إذن ننطلق في الحل. إذن ننطلق أبنائي في الحالة الأولى. قال ما هو عدد اللجان التي يكون فيها أعضاء اللجنة 3 كالآتي: رئيس، نائب له، وكاتب. دائما إذا حددت المهام، يعني كل واحد أعطيت له المهام رئيس، نائب له، وكاتب، هنا ننطلق أبنائي، لاحظوا وانتبهوا. إذن عدد اللجان التي يكون فيها أعضاء اللجنة 3 رئيس، نائب له، وكاتب، دققوا هنا أبنائي ونتعلم نقطة نقطة، هي الترتيبة. إذا لما تحدد المهام هنا الترتيبة، كم عندنا من عنصر؟ عندنا 12، نقول أ 12. 3 القانون العام للترتيبة كما تعلمون هو A M P يساوي N عاملي على N ناقص P عاملي. إذن ومنه A 12 3 تساوي N بالآلة الحاسبة فيها عندكم تساوي 1320. أردت أن أشرح بهذه حتى لا أضيع الوقت. إذن أبنائي لما تذكر المهام تذكروا شيء، إنها الترتيبة لمن 12 عنصر نأخذ منه 3. بعدها أبنائي نأتي الآن إلى الجزء الثاني. قال الآن في حالة أعضاء اللجنة 3 لهم نفس المهام، يعني لم تذكر المهام، هنا مباشرة يأتي في ذهني ما نسميه التوفيق. أعين عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هنا التوفيق أبنائي. لهذا لاحظوا وانتبهوا، إذا عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هي التوفيق. كم عندنا من عنصر؟ عندنا 12 نأخذ منه 3، وعندنا قانون العام، قانون العام ها هو أمامكم اللي هو سي أم بي يساوي أن عاملي على بي عاملي في ان ناقص بي عاملي، ومنه بالآلة الحاسبة نحسب سي 12 3 تعطي لنا 120. هكذا فقط. إذا لا، دائما لما لا تحدد المهام هنا توفيق وانتهت القصة. ثم قال ثانيا احسب احتمال الحوادث: أ
اللجنة تضم محمد. أولا كم عندنا من محمد؟ تذكروا أن عندنا محمد واحد، فتصبح أنا مباشرة بي لي. لاحظوا، ها هو الأمر جد بسيط أبنائي. إذن بي لي ماذا يساوي؟ محمد عندنا كم؟ عندنا واحد، فنقول سي واحد واحد. إذا استخرجنا محمد كم يبقى لنا من عنصر هنا؟ يبقى لنا 11، فنقول سي 11 2 على دائما، لأن الاحتمال يساوي انعاد الحالة الملائمة على الحالات الممكنة. الحالات الممكنة هي هذه دائما، هذه نقسم عليها أبنائي هنا. إذا أعيد، قال عدد اللجان أما احتمال أن يكون لجنة تضم محمد، محمد عندنا مرة واحدة، فأصبحنا سي واحد واحد. إذا أخذنا محمد الآن كم يبقى لنا من هذه العناصر؟ أكيد يبقى لنا 11، فكم وهو يسحب كم؟ بي، هنا لاحظ بي الثلاثة، يعني هنا اثنان، فأصبح لنا سي واحد واحد يعني محمد، وتبقى لنا 11 عنصر، يعني سي 11 نأخذ منها اثنان، لما نحسب بالآلة الحاسبة نجد كم؟ نجد ربع. بي قال اللجنة تتكون من رجلين وامرأة. أولا كم عندنا من رجل؟ عندنا سبعة، فأصبح لنا سي سبعة، نأخذ منها اثنان وكلمة في وامرأة، يعني واحدة من ماذا؟ من خمسة، على دائما على الحالات الممكنة اللي هي 220، فينتج لنا كما تلاحظون فقط، ها هي بي لي بي. إذا رجلان وامرأة على الحالات الممكنة اللي هي تعطينا 21 على 24 فقط، يعني أرجو قد فهمتم، يعني رجلين ها هم من سبعة وامرأة واحد من خمسة فقط. بعدها أبنائي جاء سي، اللجنة بها على الأقل رجل. لما نقول على الأقل، دائما تذكروا أننا نصعد، يعني رجل واحد أو اثنان أو ثلاثة، فنقول هكذا، فتكون الإجابة بهذه الطريقة البسيطة، ها هي أمامكم أبنائي، لاحظوا. فتصبح لنا بي لي سي يساوينا رجل وامرأتان، أو رجلان وامرأة، أو ثلاث رجال وصفر من النساء، لأن قلت إما رجل أو اثنان، هي كلمة أو هي زائد، أو ثلاثة، رجل وامرأتان، رجلان وامرأة، ثلاث رجال وصفر من النساء، فتعطي لنا مباشرة 21 على 22 فقط. ثم بعدها نأتي، إذا قلت نأتي إلى دي، اللجنة مكونة من امرأة على الأقل. لما يقول على الأقل، أتذكر دائما أني أنزل إلى الصفر، إما واحدة أو الصفر. لو قال مكونة من امرأتان لقلنا اثنان واحد صفر، دائما إذا قال على الأكثر أنزلوا إلى الصفر، وإذا قال على الأكثر اصعدوا إلى النصاب، يعني حتى تصلون إلى العدد ثلاثة إن وصلتم إليه. إذا هنا لما يقول على الأكثر، إما امرأة ورجلين، أو صفر امرأة وثلاث رجال، حتى نفهم الفكرة جيدا، فتصبح لنا بي لي دي، إذا امرأة ورجلان، أو صفر امرأة وثلاث رجال، ها هي أمامكم، على سي 12 نأخذ منها ثلاثة تعطينا 7 على 11 فقط أبنائي. بعدما أنهينا من هذه الحالة نأتي الآن إلى ثالثا، قال ليكون إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل اختيار عدد الرجال الذين يحملون اسم محمد، يعني هذا المتغير العشوائي لا يبحث إلا على الرجل الذي اسمه محمد يحمل هذا الاسم. في اللجنة المكونة قال عين قيم المتغير العشوائي إكس، نحن كم عندنا من محمد؟ عندنا واحد فقط. إذا إما اللجنة تكون، لاحظوا، إذا في هذه إما أن يكون محمد أو لا يكون، يعني إما واحد أو صفر فقط. إذا قال عين قيم متغير العشوائي هذا الذي يبحث عن اسم محمد، إما تكون لجنة فيها محمد ومحمد واحد، يعني هنا واحد، أو لا يكون محمد فتكون هنا صفر مباشرة، فنقول قيم إكس، إذا محمد يوجد شخص واحد فقط، إما لا يكون أو يكون مرة فقط. إذا هذه هي قيم إكس في هذا التمرين. ثم طلب منا قال عرف قانون الاحتمال المتغير العشوائي. دائما لما يقول عرف قانون الاحتمال، عليكم أن تقومون بحساب احتمال الحوادث من أجل إكس يساوينا صفر، ومن أجل إكس يساوينا واحد. فنأتي الآن وننطلق. إذا قانون الاحتمال المتغير العشوائي، نحسب هنا، نعتذر، هنا نحسب، لا ليس، إذا هنا
نحسب احتمال الحوادث. أولا إكس يساوي صفر، ما معنى إكس يساوي صفر؟ يعني اللجنة لا تحتوي على محمد، لا تضم محمد أصلا، إذا فيصبح لنا محمد كم؟ صفر. وهنا انتبهوا، نحن نتحدث مع الرجال، قال عدد الرجال. عدد الرجال أولا سبعة، ها هو عدد الرجال، عدد الرجال هو سبعة. تخيلوا لا يوجد معهم محمد، كم يبقوا لنا؟ يبقوا لنا ها هم، يبقوا لنا ستة. ستة كم نأخذ منهم؟ ثلاثة، ومحمد لا يوجد معهم، أصبح لنا سي واحد صفر في سي ستة ثلاثة. الآن على ماذا؟ على دائما الحالات الممكنة اللي هي سي 12 3، هذه لا جدال فيها، تعطينا 4 على 7. إذا أعيد، إذا اللجنة لم يكن فيها محمد، محمد فهو سي 1 1، ويبقى لنا كم؟ 6. الآن ركزوا، إذا أخذنا كل الرجال ليس معهم محمد، هنا كم نضع؟ نضع 0، فأصبح لنا سي 1 0 في سي 6 3، وهو الجواب. الآن إذا كان محمد معهم فأصبح لنا هكذا، فأصبح لنا إذا كان محمد مرة واحدة، وأصبح لنا ورجلان، فأصبح لنا محمد ورجلان. النساء لا نتحدث عنهم لأن قال عدد الرجال، لهذا انتبهوا عدد الرجال. إذا محمد ورجلان، إذا ها هو محمد مرة واحدة ورجلان على سي 12 3، وتصبح لنا 3 على 7، بحيث تقول القاعدة دائما إذا جمعنا هذا مع هذا يجب علينا أن نجد واحد. ومن هنا نلخص قانون الاحتمال في الجدول. إذا نقول نلخص قانون الاحتمال في الجدول. ها هو الجدول أبنائي، وهنا يمكن أن نكتب اي اكس بحيث اكس يساوينا اكس اي، كلاهما صحيح، أو بي اي. إذا هذا هو التمرين يا أبنائي الذي يتحدث عن الهجاء. إذا حددت المهام تصبح ترتيبة، إذا لم تحدد المهام تصبح توفيقة. نأتي بعدها أبنائي إلى الحالة الثانية من التمارين، اللي هو أكثر شيوعا في البكالوريا. قال يحتوي صندوق على 7 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها 4 كريات حمراء مرقمة بواحد واحد اثنان اثنان، و 3 كريات بيضاء مرقمة بواحد ثلاثة ثلاثة. قال نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الصندوق، يعني هنا أكيد تصبح لنا التوفيق. دائما إذا سمعنا في السحب في آن واحد أو دفعة واحدة يأتي في ذهني توفيق. كم عندنا؟ عندنا 7، نأخذ منها 2. إذا دائما إذا سمعتم وأعيد، في آن واحد يأتي في ذهنكم توفيق. الآن قال أحسب احتمال الحدثين التاليين: أ الكرتين المسحوبتين مجموع رقميهما هو 4، ب الكرتين المسحوبتين من نفس اللون. قال ألف أحسب الاحتمال بي لأ تقاطع بي، هل حدثتان أ و بي مستقلتان؟ برر. ب قال أحسب الاحتمالين اللي هو الاحتمال الشرطي بي لي بعلم أن أ محققة، و بي لأ اتحاد بي. قال ثالثا ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بجداء رقمي الكرتين المسحوبتين من الصندوق، يعني الكرتين إذا سحبناهم نضع لهم الجداء. هذا هي قيمة، مثلا واحد في واحد تساوينا واحد، مثلا هذه هي قيمة إكس الأولى. قال ألف عين قيم المتغير العشوائي إكس ثم عرف قانون احتماله. ب قال أحسب الأمل الرياضياتي أو لإكس للمتغير العشوائي إكس. جيم قال أحسب P لx مربع ناقص 4x زائد 3 أقل أو يساوي صفر، و P لأسية x ناقص 100 أكبر تماما من الصفر. إذا لننطلق في الشرح. ننطلق الآن أبنائي في الحل. قلنا كيس به أو صندوق به 7 كريات، عندنا حمراء 4 و3 بيضاء تحمل الأرقام التالية. قال نسحب، قلت عشوائيا وفي آن واحد كرتين، قلت لما نسمع في آن واحد أكيد يأتي في ذهني توفيق سي 7 2. قال ألف أحسب الاحتمالين الاحتمال الحدثين التاليين، عندنا أ اللي هو الكرتين المسحوبتين مجموع رقميهما يساوينا 4. وهنا ركزوا جيدا، ما رأيكم أبنائي؟ أولا عندنا عدد، نأتي الآن إلى عدد الحالات الممكنة. إذا عدد الحالات الممكنة هي التوفيق كم؟ سي 7 2، هذا النقطة الأولى. عندنا الأمر الآخر، قال مجموع الرقمين يساوينا 4. ما رأيكم مجموع الرقمين؟ لو جاءتنا 2 2 كم تساوينا؟ تساوينا 4. وإذا جاءتنا 1 3 كم؟ 4. يعني يوجد لنا كم من طريق؟ طريقان.
إذن ها هي أمامكم ودقيق. إذن مجموع رقمين يساوينا 4 هي إما 1 زائد 3 أو 2 زائد 2. إذن عندنا الواحد كم نملكه من مرة؟ ركزوا، 1 2 3 كم نأخذ منه؟ نأخذ منه 1. يقول أحدكم لماذا؟ لأن هنا كم ذكر من مرة؟ 1. فنقول سي 3 نأخذ منها 1، والثلاثة كم ذكرت؟ ذكرت مرة، وهي عندنا كم من مرة؟ هي عندنا 3، لكن كم ذكرت من مرة؟ ذكرت مرة. فنقول سي، أولا الواحد كم عندنا؟ عندنا 3، كم ذكر؟ 1. وسي الثلاثة كم ذكر؟ عندنا 2، كم ذكرت؟ مرة. أعيد، 1 ذكر مرة، ونحن كم نملك؟ نملك 3 منه، زائد وعندنا الثلاثة كم؟ الثلاثة عندنا 2 مرة، كم ذكرت في الحساب؟ ذكرت مرة، فتصبح لنا سي 3 1 في سي 2 1 هكذا. أو كلمة أو دائما في الاحتمال هي الزائد، فنقول أولا 2 و 2 كم عندنا من الاثنان؟ عندنا 2، وهنا كم ذكرت من مرة؟ ذكرت مرتان، فنقول سي 2 2 حتى نفهم جيدا. إذا فتصبح لنا الاحتمال كم هو يا أبنائي؟ ها هو أمامكم بي لأ. إذا الواحد الثلاثة ذكرت مرتان وأخذنا منها مرة، ها هي أمامكم. والواحد ها هو عندنا 3 وحدات وأخذنا منها 1. أو الطريقة الثانية، يعني هنا كلمة زائد، الطريقة الثانية عندنا كم من 2؟ عندنا 2، وكم نأخذ منها؟ نأخذ منها 2، فتصبح لنا سي 2 2. بعد عملية الحساب سوف نجد 1 على 3 فقط. نأتي الآن إلى الكرتين المسحوبتين من نفس اللون، من نفس اللون أكيد، إما أن تكون 2 حمراء أو 2 بيضاء، وكلمة أو دائما نفصل بينها بالزائد. إذا كرتين حمراوين أو بيضاوين، ومنه تصبح لنا ها هي الحساب سي. كم عندنا الحمراء؟ 4 أخذنا منها 2، أو البيضاء عندنا 3 نأخذ منها 2، لأن السحب دائما 2 في آن واحد على سي 7 2 تساوينا 3 على 7 فقط. نأتي بعدها أبنائي إلى ثانيا ألف. قال أحسب بي لأ تقاطع بي، بي لأ تقاطع بي، ثم قال هل حديثتان أو بي مستقلتان برر. ركزوا هنا أبنائي، إذا حساب بي لأ تقاطع بي، إذا الحادثة أ تقاطع بما معناها؟ معناه سحب كرتين مجموع رقميهما كم يساوي؟ يساوينا 4، ومن نفس اللون. اسمعوا جيدا، ومن نفس اللون. إذن أعيد، أ تقاطع ب معناه، اسمعوا جيدا، معناه كرتين مجموع رقميهما يساوينا 4، لكن تكون من نفس اللون. يعني هنا كما تفهمون، يعني هنا كتركيب الدوال، يعني حادثة داخل حادثة. إذن ما هي العناصر المشتركة بين من مجموع رقميهما يساوينا 4 وتكون من نفس اللون؟ ما رأيكم مثلا 2 و 2؟ 2 و 2 مجموعهما 4، وهي من لون واحد اللي هو حمراء. أو طريق ثاني، ما رأيكم أن يكون الواحد والثلاثة لكن بيضاء؟ هذا هو تقاطع الحوادث. لهذا ركزوا، قلت لما نقول أ تقاطع ب معناه أولا يكون من نفس اللون، يعني حمراء أو بيضاء، ومجموع رقميهما يساوي لنا 4. عندنا الاثنان والاثنان 4 وتكون حمراء، أو الواحد والثلاثة تساوي لنا 4 وتكون بيضاء. إذن يوجد لنا طريقان، ولهذا نقول إما اثنان واثنان حمراء، أو واحد وثلاثة بيضاء، ومنه بي لأ تقاطع بي يساوي لنا اثنان واثنان حمراء. هنا في الحمراء كم يوجد لنا من اثنان؟ يوجد لنا اثنان، ونأخذ منهم كم؟ اثنان، زائد هنا واحد وثلاثة، هنا لكن في البيضاء. الواحد كم عندنا في البيضاء؟ عندنا مرة واحدة، والثلاثة كم عندنا؟ مرتان، كم نأخذ منه؟ واحد. لماذا؟ لأن هنا الواحد كم ذكر؟ ذكر مرة، والثلاثة كم ذكرت؟ مرة. الآن نقول واحد ها هو أخذنا منه مرة، والثلاثة كم عندنا؟ عندنا اثنان، لكن كم ذكرت؟ ذكرت مرة. فنقول سي عندنا ثلاثة وثلاثة، كم نأخذ منها؟ نأخذ منها مرة واحدة، وتساوي لنا واحد على 7. إذن دائما هذا تقاطع الحوادث احذروا منه، هو مجموعة داخل مجموعة مثل تركيب الدوال، يعني من نفس
من نفس اللون ومجموعهما أربعة، من نفس اللون ومجموعهما يساوي لنا أربعة، فأعطت لنا اثنان اثنان تكون حمراء، أو واحد وثلاثة وتكون بيضاء فقط. ثم قال هل حادثتان أو بمستقلتان برر؟ أولا ما هي الحوادث المستقلة؟ إذن نقول عن الحادثتين أنهما مستقلتان إذا كان، ما هو؟ إذا كانت هذه العلاقة موجودة، بي لي أ تقاطع بي يساوي لنا بي لي أ في بي لي بي. نحن عندنا بي لي أ تقاطع بي هو 1/7، وعندنا بي لي أ وعندنا بي لي بي. سوف نقوم بحساب الجداء من الطرف الثاني، فتصبح لنا بي لي أ في بي لي بي يساوي لنا 1/3 في 3/7، لأن قد حسبنا هذه الاحتمالات 1/3 و 3/7 هم أمامكم. لما حسبنا وجد من هنا 1/7، إذا بي لي أ في بي لي بي يساوي لنا 1/7، وبي لي أ تقاطع بي يساوي لنا 1/7، أي المساواة موجودة، أي أن الحادثتان مستقلتان فقط أبناي. إن وجدنا بي لي أ تقاطع بي يساوي لنا مثلا عدد، والآخر بي لي أ في بي لي بي عدد يخالفه، فنقول أن هذه المساواة غير موجودة، أن الحادثتان مستقل غير مستقلتان. بعدما أنهينا من هذا أبنائي، نأتي الآن إلى باء. قال أحسب احتمالين. عندنا الاحتمال الشرطي اللي هو بي لي بي علما أن أ محققة، وبي لي أ اتحاد بي. أولا عندنا الاحتمال الشرطي اللي هو بي لي بي علما أن أ محققة، هذا العنصر هو الوحيد الذي لا يدرسه يعني جماعة التقني الرياضي، أما بقية الشعب كلها تدرس هذا. إذا عندنا أول القانون ماذا يقول؟ يقول بي لي بي علما أن أ محققة يساوي بي لي أ تقاطع بي على بي لي أ، مجرد قانون فقط. بي لي أ تقاطع بي قد حسبناه 1/7، وبي لي أ قد حسبناه اللي هو 1/3، فتعطي لنا هنا كسر على كسر الأول يبقى والثاني ينقلب، فأصبح لنا 3/7 فقط. عندنا كذلك قانون بي لي أ اتحاد بي، هنا كذلك مجرد أبنائي مجرد قوانين رياضية فقط. إذا عندنا بي لي أ اتحاد بي يساوي لنا بي لي أ زائد بي لي بي ناقص بي لي أ تقاطع بي، وكل هذه الحوادث محسوبة، بحيث 1/3 زائد 3/7 ناقص 1/7، وتساوي لنا 1/3 زائد 2/7 لأن 3 ناقص 1، ومنه تصبح لنا 13/21 بعد التوحيد المقام فقط. نأتي بعدها أبنائي إلى قال ماذا؟ قال ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بجداء رقمي الكرتين المسحوبتين من الصندوق. يعني مثلا أعطيكم مثال، مثلا تؤتينا هذه كرية وهذه، 1/3 كم؟ يعطينا 3. إذا هذه مثلا هي قيم، قال عين قيم إكس للمتغير العشوائي. إذا هنا ركزوا جيدا أبنائي، لأن الكثير يسأل عن المتغير العشوائي كيف يمكن استخراج قيمه، يختلف من تمرين إلى تمرين. مثلا هذا ماذا يبحث؟ يبحث عن جداء رقمين الكرتين، رقمي الكرتين. أعطي هنا ما هي قيم إكس الممكنة؟ قيم إكس الممكنة هي بسيطة، أعطيكم مثال، 1/1 كم يساوي؟ يساوي لنا 1، ها هو 1/1، إذا إكس يساوي لنا 1. مثلا تعطينا حالة أخرى، 1/2 كم يساوي؟ يساوي لنا 2. النتيجة هذه هي الذي أخذها إكس، النتيجة المحصل على في جداء. عندنا مثلا 1/3 كم يساوي؟ يساوي لنا 3. عندنا مثلا 2/2 كم يساوي؟ يساوي لنا 4. 2/3 كم يساوي؟ يساوي لنا 6. أو 3/3 كم يساوي لنا 9. هذه هي القيمة الممكنة لإكس فقط. يقول أحدكم يا أستاذ 2/3 يساوي 6، و3/2 كذلك يساوي لنا 6، لأن الضرب عملية تبديلية. إذن ما هي قيم إكس الممكنة؟ قيم إكس الممكنة أبنائي هي هذه 1, 2, 3, 4, 6, 9، لأن قال ماذا؟ قال يا أبنائي جداهم. يقول أحدكم يا أستاذ وإذا قال مجموع، المجموع مثلا يعطي لنا 1+1، 1+2، 1+3، 2+2، 2+ مثلا +3، و3+3. هذه القيم ممكنة مثلا إذا جاء مجموع الرقمين، أما إذا قال جداء الرقمين فنأخذ 1/1، 1/2، 1/3، 2/2، 2/3، و3/3. هذه القيم المحصل عليها في حالة الجداء. ثم قال عرف قانون احتماله. ما معنى عرف قانون احتمالتي؟ معناه نحسب احتمال هذه الحوادث. احتمال هذه الحوادث أمرها جد بسيط أبنائي. إذا نحسب احتمال الحوادث x يساوي 1 حتى إلى x يساوي 9. أولا ننطلق ب x يساوي 1. x يساوي 1 لاحظوا كم من أين تحصلنا عليه؟ من 1/1
من واحد في واحد، كم عندنا من الواحد؟ واحد، اثنان، ثلاثة. فنقول سي، كم عندنا من واحد؟ ثلاثة. ونحن كم ضربنا من واحد؟ واحد في واحد. كم هنا كم استعملنا؟ استعملنا واحد وواحد. إذن أصبحنا سي ثلاثة اثنان. لماذا؟ لأن كم عندنا العدد الإجمالي للواحد؟ عندنا ثلاثة. كم أخذنا من واحد؟ أخذنا اثنان، فأصبحنا واحد على سبعة. دائما على الحالات الممكنة نكمل بها نص التمرين. عندنا إكس يساوينا اثنان، أي من أين نتج؟ من واحد في اثنان. كم عندنا من الواحد؟ ثلاثة. كم استعملنا منه؟ استعملنا واحد. الاثنان كم عندنا؟ عندنا اثنان. كم استعملنا منها؟ واحد. فأصبح لنا هكذا. ركزوا جيد، الأمر جد جد بسيط. أصبح لنا سي، الواحد عندنا ثلاثة استعملنا منه واحد، والاثنان عندنا اثنان استعملنا منها واحد، فوجدنا اثنان على سبعة. نأتي الآن إلى الحالة الأخرى اللي هي إكس يساوينا ثلاثة، واحد في ثلاثة. الواحد كم عندنا؟ ثلاثة. استعملنا منه كم؟ هذه هي معناه استعملنا منه، يعني احتجنا منه مرة واحدة. والثلاثة كم عندنا؟ عندنا اثنان. كم استعملنا منها؟ واحدة. فتصبح لنا النتيجة ها هي أمامكم، اللي هي سي ثلاثة واحد في سي واحد اثنان واحد، وهنا تعطينا نفس الشيء اثنان على سبعة. نأتي الآن أبنائي إلى الأربعة. الأربعة استعملنا الاثنان، اثنان واثنان. أولا الاثنان كم عندنا؟ عندنا اثنان. كم استعملنا منه؟ واحدة، اثنان. فتصبح لنا سي اثنان اثنان على سي سبعة اثنان. ها هي النتيجة. نأتي الآن بعدها أبنائي إلى نفس الشيء، إلى إكس يساوينا ستة. إكس يساوي ستة نتج عن اثنان في ثلاثة. اثنان في، قلت اثنان في ثلاثة. اثنان كم عندنا؟ عندنا اثنان استعملنا منها كلمة استعملنا معناه هو العدد الذي نكتبه هنا الفوق حتى تفهموا جيدا. إذن والثلاثة كم عندنا؟ عندنا اثنان استعملنا منها واحدة، فأصبح لنا سي اثنان واحد في سي اثنان واحد، وتعطينا النتيجة ها هي أمامكم، أربعة على واحد وعشرون. عندنا نفس الشيء، عندنا إكس يساوينا ستة. إكس يساوينا كم؟ يساوينا تسعة. إكس يساوينا تسعة هي ثلاثة وثلاثة. الثلاثة عندنا مرتان، استعملناها مرتان، أصبح لنا سي اثنان اثنان على سي سبعة اثنان، ويصبح لنا الناتج واحد على واحد وعشرون. حتى نعرف كيف النتيجة أنها صحيحة، إذا جمعنا هذه الاحتمالات علينا أن نجد واحد. بعدها نأتي الآن إلى قانون الاحتمال، نلخصه في الجدول. إذن عندنا ها هو ملخص في الجدول. إذن عندنا نلخص قانون الاحتمال، إذن كل حادثة، إذن هنا نكتب إكس إي، وهنا بي لإكس، حيث إكس يساوينا إكس إي. عندنا قيم إكس هي واحد حتى تسعة، والاحتمالات ها هي أمامكم. ثم جاء سؤال آخر قال أحسب الأمل الرياضية اللي هو أولي إكس. أولي إكس كقانون، ها هو القانون، عليكم أن تكونوا حافظين إياه. أولي إكس يساوينا المجموع من واحد إلى ستة إكس إي في بي إي، يعني ببساطة هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا إلى غاية النهاية. بعدها كم نجد يا أبنائي؟ سوف نجد بعد عملية الحساب كم نجد؟ نجد عشرة على كم؟ على ثلاثة فقط. واعذروني إن وجدتم أخطاء حسابية. نأتي بعدها أبنائي إلى أحسب ما يلي، اللي هو احتمال من؟ x مربع ناقص 4x زائد 3 أقل أو يساوي صفر، واحتمال أسية x ناقص 100 أكبر من الصفر. هنا لحساب هذه أبنائي، أولا نعين حلول هذه المتراجحة، ثم نأتي ونلاحظ جيدا. أولا عندنا ها هو الجدول لأننا نحتاجه. أولا نقول حساب P لx مربع ناقص 4x زائد 3 أقل أو يساوي صفر. نعين جدول إشارة العبارة هذه x مربع ناقص 4x زائد 3. عندنا أولا بما أنها من الدرجة الثانية نحسب المميز، وجدنا 4 جذره يساوي 2. أصبحنا هذه العبارة لها جذران، x1 يساوي ناقص بناقص جذر دلتا على 2a نعوض أصبح لنا 1، و x2 وجدناه كم؟ 3. ثم نعين ماذا؟ قلت جدول إشارة هذه العبارة، ها هو أمامكم، ها هو جدول الإشارة، خارج مرجع الجذرين نفس وداخل عكس. الآن قيم أكيد حلول متراجحة، بما أن هذه تقول أقل أو يساوي نصف، فنأخذ المجال الموجب السالب، ها هو المجال أبنائي، قلت المجال السالب، فيكون X أين ينتمي؟ ينتمي من الواحد إلى الثلاثة، والمجال مغلق لأنها أقل أو يساوي. إذن فتصبحنا X أين ينتمي؟ بما أن أقل أو يساوي أصبحنا من واحد إلى ثلاثة. ما هي قيم X الموجودة في الجدول التي تحقق لنا من واحد إلى ثلاثة؟ أكيد واحد اثنان ثلاثة. إذن يكون الجواب من هنا إلى هنا.
فتساوي لنا، ركزوا جيدا، الامر جد بسيط، فتصبح لنا هكذا، فهو منه اكس يساوي لنا 1 او اكس يساوي 2 او اكس يساوي لنا 3، اي الاحتمال هذا ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا اما بي لي اكس يساوي لنا 1 زائد بي لي اكس يساوي لنا 2 زائد بي لي اكس يساوي لنا كم؟ 3. بي لي اكس قلت، ركزوا، المترجح لما قلنا بحلها وجدنا اكس ينتمي من 1 الى 3، ناتي الان من ال 1 الى 3 ها هي، الان ماذا يساوي؟ يساوي لنا بي لي اكس يساوي لنا 1 ها هي قيمته، او بي لي اكس يساوي زائد بي لي اكس يساوي لنا 2 ها هي قيمته، وبي لي اكس يساوي لنا 3 ها هي قيمته. الان ناتي ونقوم بعمليه، اذا اولا عندنا 1 على 7، 2 على 7، 2 على 7 تصبح لنا 5 على 7. هذا فيما يخص لما تأتينا هذه المتراجحة. نأتي كذلك الآن إلى هذه المتراجحة اللي هو أسية X ناقص 100. أولا نقوم بحل ليس البي إنما المتراجحة فقط. عندنا أولا أسية X ناقص 100 ناقص 100 أكبر من الصفر، ننقل إلى الأسية، ننقل المئة إلى الطرف الآخر فتصبح لنا أسية X أكبر من المئة، ندخل لوغاريتم إلى كل طرف بما أنها قيمتان موجبتان، تصبح لنا هنا لوغاريتم أسية X أكبر من لوغاريتم 100، ومنه ننزل هذا الاكس الى هنا تصبح لنا، لان اللوغاريتم الاسيه معروف حتى نكون على دلاله، لوغاريتم الاسيه يساوي لنا 1، تصبح لنا اكس اكبر من لوغاريتم 100. لوغاريتم 100 نحسبه بالاله الحاسبه فقط، يعني لما نحسبه بالاله الحاسبه نجد انه اكس اكبر من 4 فاصل. ما هي قيم اكس الاكبر تماما من 4 فاصل؟ لاحظوا وانتبهوا. اذا وبعدها ما هي قيم إكس التي تنتمي إلى هذا الجدول وتكون أكبر تماما من 4 فاصل؟ أكيد هي 6 والتسعة، حتى نفهم الفكرة جيدا. إذا بعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا بي، إذا إكس أكبر تماما من 4 فاصل، وهو يكون ينتمي إلى هذا الجدول، إما إكس يساوي لنا 6 أو إكس يساوي لنا 9، معناه بي لي أسية إكس ناقص 100 أكبر تماما من الصفر يساوي لنا بي لي إكس يساوي لنا 6 زائد بي لي إكس يساوي لنا 9 وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا 4، إذا قلت تساوي لنا 4 على 21 زائد 1 على 21 تساوي لنا 5 على كم؟ على 21. هكذا نقوم بالإجابة على هذه الاحتمال التي موجود فيها المتبينات أو موجود فيها هذه المتراجحات فقط. بعدها الآن إلى السحب من كيسين. قال يحتوي كيس بي واحد على 3 كرات تحمل الأرقام 2 2 3، ويحتوي كيس بي 2 على 9 كرات منها 4 خضراء تحمل كل منها الرقم 3 و5 كرات حمراء تحمل الأرقام 1 2 2 3 4. قال والكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس، نسحب عشوائيا كرة واحدة من الكيس بي واحد ونسجل رقمها وليكن آن. قال إذا كان آن يساوي لنا 2، نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس 2، وإذا كان آن يساوي لنا 3، نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من 2. ركزوا جيدا إلى التمرين. قال نعتبر الحادثتين التاليتين: أ الكرات المسحوبة من يو 2 لها نفس اللون، ب الكرات المسحوبة من يو 2 تحمل نفس الرقم. قال واحد ألف بين أن بي لي أ تساوي 19 على 54 ثم أحسب بي لي بي احتمال الحادثة بي. قال كذلك ب بين أن بي لي أ تقاطع بي يساوي 55 على 378. جيم قال إذا كانت الكرات المسحوبة من يو 2 من نفس اللون فما احتمال أن تكون تحمل نفس الرقم؟ قال دال هل الحادثتان أ و ب مستقلتان؟ علل إجابتك. ثم ثانيا قال ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات الحمراء المسحوبة من الصندوق الثاني. قال عين قيم إكس ثم عين قانون الاحتمال له وبرهن أن الأمر الرياضياتي أو لإكس يساوي 245 على 189. إذا وننطلق الآن في الحل. كرات منها أربع خضراء تحمل الرقم 3 و5 كرات حمراء تحمل الرقم 1 2 2 3 4 كما هما موضحان هنا في الشكل أبنائي E1 و E2. قال كرات متماثلة يعني لا نفرق بينها باللمس، نسحب عشوائيا كرة واحدة من الكيس الأول ونسجل رقمها وليكون آن، يعني الكيس الأول هذا نسحب منه كرة واحدة، إما أن تكون 2 أو تكون أكيد 3. قال إذا كان آن يعني الكرة المسحوبة من الكيس الأول هي تحمل رقم 2، نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين
في آن واحد، قلنا من الصندوق الثاني. إذا كان الرقم المسحوب من الكيس الأول هو رقم ثلاثة، نسحب ثلاث كرات في آن واحد من الصندوق أو من الكيس الثاني. قال نعتبر الحادثتين تاليتين، أ الكرات المسحوبة من الكيس الثاني نفس لها نفس اللون، ب لها نفس الرقم. قال بين أن P لأ تساوي 19 على 54. إذا نكتب هنا البرهان أن P لأ كم يساوي؟ يساوي 19 على 54. إذا لاحظوا هنا أبنائي، إذا أولا لو نلاحظ هكذا، إما أن نسحب من الكيس الأول إما رقم 2 أو رقم 3. أولا رقم 2، أولا الكيس هذا كم فيه من كرية؟ هذا الكيس الأول فيه 3. رقم 2 كم فيه من مرة؟ فيه 2. ورقم 3 فيه 1، بحيث لما نجمع هذا مع هذا يساوي 1، فأصبح لنا هكذا P لأ يساوي. تخيلوا الآن إذا نعمل على أنه إذا سحبنا رقم 2 من الكيس الأول، قال نسحب عشوائيا كرتين من الكيس الثاني، معناها فتصبح لنا الآن نتبع هذا الطريق، نقول 2 على 3 الآن في، تخيلوا الآن إذا قلت سحبنا كم؟ سحبنا كرتين، سحبنا رقم 2 من الكيس الأول، فماذا يمكن أن نتحصل على؟ قال هو نفس اللون، يعني الألوان لاحظوا جيدا، عندنا الخضرة كم عندنا من واحدة؟ عندنا 4، فنقول سي 4 2، أو نأخذ 2 من الحمراء اللي هي سي، كم عندنا حمراء؟ 5 2 على سي 9 2. هذه الطريق الأول، هذه الطريق. أعيد أبنائي، نقول 2 على 3، الآن سحب كرتين من نفس اللون من الكيس الثاني، يعني إما أن نأخذ 2 خضراء أو نأخذ 2 حمراء على الحالات الممكنة اللي هي 9 2، هذه الطريق الأول، أو يعني زائد إذا جاءتنا في الطريق الثاني. الطريق الثاني أبنائي كيف يكون؟ يكون لنا 1 على 3، ثم نسحب قال 3 في آن واحد، أولا 3 في آن واحد، فنقول هكذا سي 9 3. الآن يمكن أن نسحب 3، كيف هي؟ 3 خضراء، يعني سي كيف؟ 4 3، أو 3 كيف هي؟ حمراء. أرجو قد فهمتم. إذن هنا أبنائي تذكروا جيدا، إذا سحب رقم 2 من الكيس الأول، من الكيس الأول نقول 2 على 3 في، الآن تعالوا نسحب من الكيس الثاني 2 من نفس اللون، إما 2 خضراء أو 2 حمراء، الحالات الملائمة على الحالات الممكنة، الحالات الممكنة دائما هي 9 2، أو إذا جاء رقم 3 من الكيس الأول نسحب نقول 1 على 3 اللي هي هذا الطريق في، الآن اسحبوا 3 من نفس اللون هنا، 3 من 4 أو 3 من 5 على 3 من 9، يعني الحالات الممكنة هنا تتغير. بعد عملية الحساب أبنائي سوف نجد P لأ يساوي، يعني بالآلة الحاسبة أكيد سوف تجدون أبنائي 19 على 54، لأن الآلة الحاسبة تحسب هذه القيم فقط أبنائي. بعدما أنهينا الآن من الحادثة وجدناها، نأتي الآن إلى الحادثة ب. إذن عندنا أولا نقول هكذا، ركزوا جيدا أبنائي، إذن سوف نأتي بهذا الكيسين هنا حتى يكون الشرح معنا أبنائي، إذن ها هو وهنا ها هو. الآن قال احسب P لي B، إذن عندنا P لي B، P لي B ما هي؟ هي ثلاث أو كرات المسحوبة من U 2 تحمل نفس الرقم. الآن نفس الشيء نقول 2 على 3، يعني إذا اتخذنا هذا السبيل، يعني إذا جاءنا رقم 2 من الكيس الأول في هكذا أبنائي، لاحظوا أولا نقول سي 9 2، هذه لا تتغير. الآن تخيلوا نسحب رقم 2، رقم 2 لأن نفس الرقم من الآن عندنا كم رقم 2؟ عندنا 2، نسحب منه 2، أو رقم 3، رقم 3 كم عندنا؟ عندنا 4 وهذا الواحد، إذن عندنا 5، فنقول 5 2، هذا الطريق الأول إذا سحبنا رقم 2 من الكيس الأول. أما إذا سحبنا
من الكيس الأول رقم ثلاثة نضرب في ماذا؟ في ثلث، نقول واحد على ثلاثة في، الآن هنا تتغير نقول سي تسعة ثلاثة لأن الكيس هذا فيه تسعة، لكن نسحب ثلاثة في آن واحد. الآن ما هو العدد، ما هو الرقم الذي يمكن سحبه ثلاث مرات في آن واحد من الكيس هذا؟ إنه العدد ثلاثة فقط لأن الاثنان لا يصل إلى النصاب، فنقول سي خمسة ثلاثة. ومنه نقول بي لي بي، يعني بعد عملية الحساب أكيد بالآلة الحاسبة أبنائي، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 46 على عفوا قلت على عفوا على 189، هذه هي قيمة بي لي بي، يعني بعدما تعملون بالآلة الحاسبة سوف تجدون هذه القيمة. بعدما أنهينا أبنائي من هذه الحالة نأتي الآن إلى باء، قال بين أن بي لي أ تقاطع بت سينا 55 على 378، إذا نكتب هنا البرهان أن بي لي أ تقاطع بي يساوينا كم؟ يساوينا 55 على 100 على 378. لاحظوا هنا، أولا قلنا الأ نفس اللون وبي نفس الرقم، لاحظوا جيدا. الآن نفس الشيء نعمل هكذا، إذا كان رقم 2 وإذا كان رقم 3، قلنا هنا 2 على 3 وهنا 1 على 3. ننطلق الآن إذا كان الرقم المسحوب هو رقم 2 من الكيس الأول، فأصبح هنا بي لي أ تقاطع بي يساوي ماذا؟ يساوي يساوينا 2 على 3. الآن إذا اتخذنا هذا السبيل 2 على 3 في، الآن هنا أولا نقول سي أولا 9 2، تخيلوا لو جاءتنا 2 حمراء وتحمل رقم 2، فنقول سي 2 2، أو 2 خضراء وتحمل ماذا؟ رقم كذلك رقم 3، فأصبح لنا سي 4 2. هذا الطريق الأول. الآن تخيلوا جاءنا الآن رقم 3، رقم 3 أنه نسحب 3 في آن واحد، فنقول 1 على 3 في ماذا؟ في سي، أولا قلنا إذا تحصلنا على رقم 3 في الكيس الأول نسحب 3 في آن واحد، معناه تصبح لنا 9 3، لكن الفوق في الكيس هذا لا يوجد لنا في الحمراء 3 تحمل نفس الرقم، إنما في الخضراء فقط، فنقول سي 4 3. لما نحسب هذه يا أبنائي بالآلة الحاسبة سوف نجد بي لي أ تقاطع بي، أكيد إذا قلت سوف نجدها كم؟ سوف نجد 55 على 378، إلا أنه عليكم أن تكونوا جادين في عملية الحساب هنا فقط. نأتي بعدها أبنائي إلى جيم، قال إذا كانت الكرات المسحوبة من U اثنان من نفس اللون، ما احتمال أن تكون تحمل نفس الرقم؟ إذن هنا لاحظوا أبنائي، إذن نقول حساب ماذا؟ بيلي هنا الذي يقول عليها ما احتمال تحمل نفس الرقم، نفس الرقم هي التي تكتب هنا، وهذه إذا كانت الكرات، يعني هنا الاحتمال شرطي، معناه هنا أ، لاحظوا حيث عندنا ماذا؟ عندنا أنه أ الكرات المسحوبة من U2 لها نفس اللون، قال نفس اللون هي علما، ويريد أن نحسب ماذا؟ احتمال أن تكون تحمل نفس الرقم، إذن التي يريد أن نحسبها نضع هنا وعلما تضع هنا، وهذا قانون، مجرد قانون بي لي بي، علما أن أ محققة تساوي لنا بي لي أ تقاطع بي على ماذا؟ على بي لي أ، وعندنا كل هذه النتائج، عندنا 55 عفوا، إذن عندنا هي 55 على كم؟ على 378 على بي لي أ، بي لي أ اللي هي 19 على ماذا؟ على 54. بعد عملية الحساب أكيد بالآلة الحاسبة أبنائي سوف نجد 55 على 133، هذا هو هذا الاحتمال الشرطي. ثم قال هل حديثتان أو بمستقلتان؟ علل إجابتك، إذا نكتب هنا معرفة إن كانت الحادثتان، إذا نكتب هنا كعنوان معرفة إن كانت
و ب كيف هما مستقلتان، تكون حادثتان مستقلتان إذا كان بيلي أ تقاطع ب يساوي ماذا؟ بيلي أ في بيلي ب. إذا أولا عندنا بيلي أ تقاطع ب اللي هو كم؟ اللي هو 55 على ماذا؟ على 378، وهذا بطبعه أكيد لا يساوي لنا بيلي أ اللي هو 19 على 54 في بيلي بي. ها هو قد حسب البيلي بي اللي هو 46 على 109 إذن 46 على 189، يعني لما نحسب هذه نجدها 0 فاصل وهذه 0 فاصل، لكن القيمتان غير متساويتان أبنائي. ما معناه؟ معناه نقول هنا الأولى سوف نجدها، إذن هذه نجدها 0.146 بالتقريب، لا يساوي لنا 0 فاصل، كان لا يساوي لنا 0.86، نقول أ و ب غير مستقلتان، يعني هذا فقط. إذن نحسب هذا، إذا وجدنا هذه الجهة وهذه الجهة متساويتان فنقول الحوادث مستقلة، إذا وجدنا غير متساويتان فنقول كيف نقول غير مستقلتان. إذن هنا عندنا هذا لا يساوي هذا، إذن الحوادث غير مستقلة. إلى هنا أبنائي نعتذر، يعني هنا يوجد لنا قلنا هكا 0.086 ليس 0.86 مباشرة، إذن قلنا والحوادث غير مستقلة. عندما أنهينا أبنائي من هذا نأتي الآن، قال ليكن إكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات الحمراء المسحوبة من ماذا؟ من U2. إذن قال عين قيم إكس، إذن نكتب هنا أولا تعيين قيم ماذا؟ قيم إكس. أكيد قيم إكس أمرها بسيط، معناه يا أبنائي إما تخيلوا لو نسحب كليا خضراء أكيد يكون عندنا صفر حمراء، أو نسحب مثلا واحدة حمراء والبقية خضراء، أو نسحب اثنان حمراء، أو نسحب ثلاثة حمراء وصفر خضراء. الآن عندنا قال ثم عين قانون الاحتمال، إذا نكتب هنا تعيين قانون الاحتمال. لاحظوا جيدا أبنائي، معناه نحسب حوادث احتمال حوادث هذه القيم، فنقول بي لإكس لبي حيث إكس كم يساوي؟ يساوي لنا صفر. أولا دائما ننطلق بعملية تلك الشجرة التي تحدثنا عليها، يعني إما أن تحصل على رقم 2 أو رقم 3. إذا هنا عندنا قلنا 2 على 3 وهنا 1 على 3، هذه نتحدث عن الكيس الأول. قلنا إذا تحصلنا على رقم 2 من الكيس الأول نسحب 2 في أن 1 من الكيس الثاني، وإذا تحصلنا على رقم 3 من الكيس الأول نسحب 3 من الكيس الثاني في أن 1 أكيد. أصبح لنا هنا 2 على 3 في، الآن تخيل قلنا صفر، كيف هي؟ قلنا صفر حمراء، معناه نتحصل إما عن 2 خضراء في الحالة ماذا؟ في الحالة إذا كان عندنا هذا، ونتحصل على 3 خضراء إذا كان الرقم 3. فنقول هكذا سي، أولا 9 2، أولا الخضر كم عندنا؟ عندنا 4 نسحب منها 2، هذه في حالة هذا الطريق. أو الطريقة الثانية إذا تحصلنا على رقم 3 دائما من الكيس الأول، قلت إذا تحصلنا دائما تذكروا إذا تحصلنا على رقم 2 نسحب بهذا الطريق، وإذا تحصلنا على رقم 3 نسحب بهذا الطريق. نحن قلنا من نفس صفر صفر حمراء، معناه تكون لنا 2 خضراء من الكيس الثاني، أو 3 1 على 3 3 خضراء اللي هي 4 على سي 9 3. إذن الطريق الأول 2 خضراء في هذا الطريق، وهنا 3 خضراء. بعد عملية الحساب أبنائي سوف نجد، إذا قلت بعد عملية الحساب سوف نجد 48 على 378. بعد أبنائي نأتي الآن إلى بي لإكس لما إكس يساوينا 1. إذن هنا تخيل لو اتخذنا هذا السبيل، يعني هذا الطريق، سبحانه 2 على 3 في هنا، لاحظوا أولا نقسم هنا سي 9 2، الآن 1 كيف هي؟ 1 حمراء، يعني 1 هذا الطريق الأول،
واحدة كيف هي؟ من خمسة وواحدة من أربعة. هذا الطريق إذا سحبنا رقم اثنان من الكيس الأول، دائما نضرب في اثنان على ثلاثة. الآن إذا سحبنا رقم ثلاثة من الكيس الأول، نضرب في واحد على ثلاثة ونكتب هكذا سي تسعة ثلاثة. أما سي تصبح لنا واحدة حمراء، وتبقى لنا كم؟ اثنان. كيف هي خضراء. إذا بعد عملية الحساب أبنائي سوف نجد كذلك في هذه الحالة، إذا قلت سوف نجد 185 على 378، ولكي نعرف كل هذه النتائج يجب علينا في الأخير نجد واحد. أن بي لإكس يساوي لنا اثنان. اثنان معناه دائما في الحالة الأولى نضرب في اثنان على ثلاثة وسي تسعة اثنان. الآن اثنان كيف هي؟ الآن إذا اتخذنا هذا السبيل، إذا جاءنا رقم اثنان من الكيس الأول، نسحب اثنان حمراء من الكيس الثاني، يصبح لنا سي كم؟ قلت سي اثنان، عفوا، اثنان من خمسة. هذا الطريق الأول. أو واحد على ثلاثة في، وهنا إذا اتخذنا الآن هذا السبيل نقسم دائما، نقول سي تسعة ثلاثة لأن السحب يصبح ثلاثة في آن واحد. أما الفوق فنقول سي كم في هذه الحالة الحمراء عندنا اثنان، لكن نحن نسحب في هذه الحالة في هذه الحالة برقم ثلاثة، معناها تصبح لنا واحد، عفوا، اثنان من الخمسة، يعني اثنان حمراء. تبقى لنا كم؟ تبقى لنا واحدة. كيف هي؟ واحدة خضراء. بعد عملية الحساب أبنائي سوف نجد كم؟ نجد 130 على 378. نأتي الآن إلى الحالة P لإكس يساوينا كم؟ يساوينا 3. لما يكون يساوينا 3 هنا ننتبه، ما معناه؟ معناه 3 حمراء. إذا سحبنا، اسمعوا جيدا، إذا سحبنا هذا، هنا جئنا في طريق هذا، قلنا إذا سحبنا من رقم من الكيس الأول رقم اثنان، نسحب اثنان في آن واحد، ونحن نعمل الآن على ماذا؟ على ثلاثة، يعني هذا الطريق لا يصلنا إلى ثلاثة حمراء، فنقول هنا صفر، يعني لا نصل، زائد واحد على ثلاثة. الآن إذا تحصلنا على رقم ثلاثة من الكيس الأول، نسحب ثلاثة حمراء من الكيس الثاني، فنقول واحد، يعني دائما نضرب في هذه القيمة، واحد على ثلاثة في سي تسعة ثلاثة، إذا قلت عفوا سي تسعة ثلاثة، وهنا نقول سي خمسة نسحب منها ثلاثة. بعد عملية الحساب كذلك هنا أبنائي سوف نجد 15 على 378. لو نجمع كل هذه القيم سوف نجد واحد. بعد أبنائي نلخص كل هذه في جدول بسيط. إذا لاحظوا اللي هو، لاحظوا هكذا وهكذا وهكذا. نلخص الآن قانون الاحتمال في هذا الجدول البسيط. إذا هنا عندنا XA القيم صفر وواحد واثنان وثلاثة. إذا هكذا أبنائي. إذا نكتب هنا إكس إي وهنا بي إي. لاحظوا وانتبهوا. الآن عندنا قيم إكس قلنا هي صفر واحد اثنان ثلاثة. الآن نقسم هكذا. إذا عندنا 378 وهنا 378 وهنا 378 وهنا 378. عفوا قلت و78. القيمة الأولى هي 48، الثانية هي 185، الثالثة 130، والأخيرة هي 15. لو نجمع هذه القيم نجد واحد. ثم قال السؤال الآخر، برهن أن الأمل الرياضياتي يساوينا هذه القيمة. إذا نكتب هنا البرهان أن لإكس يساوينا 245 على ماذا؟ على 189. إذا أولا نقول E لإكس ماذا يساوي؟ يساوينا القانون من E يساوينا 1 إلى E، 1 2 3 4، إذا إلى غاية
الأربعة إكس إي في بي إي، أصبحنا أو لإكس يساوي هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا. لما نحسب هذه القيم يا أبنائي سوف نجد 490 على ماذا؟ على 378. لما نقسم على 2 نجد 245 على ماذا؟ على 189، وهو الجواب. نأتي بعدها أبنائي الآن إلى صنف آخر من التمارين. قال صندوقان E1 وE2 بهما كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس. الصندوق E1 به 6 كريات حمراء و4 سوداء يعني فيه 10، والصندوق الثاني به 3 حمراء وكرية سوداء وكرية بيضاء. قال نرمز للكريات ب R للحمراء، N للسوداء، و B للبيضاء. قال نسحب عشوائيا على التوالي وبدون إرجاع 3 كريات من الصندوق E1. قال أكمل شجرة الاحتمالات المقابلة والتي تنضج الوضعية. قال أحسب احتمال الحادثتين A1 الكريات 3 مسحوبة من نفس اللون، A2 حصول على كرية سوداء على الأقل. ثم ثانيا قال نسحب الآن من الصندوق E2 كريتين في آن واحد، ونعتبر المتغير العشوائي إكس الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد كريات الحمراء لكن المتبقية في الكيس. قال أو في الصندوق قال عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي إكس. ب قال أحسب الأمل الرياضية أول إكس للمتغير العشوائي إكس. ثالثا قال نسحب الآن في آن واحد كريتين من الصندوق الأول وكرية واحدة من الصندوق الثاني. قال أحسب احتمال الحادثة A3 الحادثة الكريات 3 المسحوبة حمراء. إذا لننطلق في عملية الشرح. إذا ننطلق أبنائي في الحل، حيث قال قلنا صندوقان E1 وE2 بهما كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس. الصندوق الأول E1 ب10 كريات 6 حمراء و4 سوداء كما تلاحظون ها هو أمامكم. قال نسحب عشوائيا على التوالي وبدون إرجاع 3 كريات من الصندوق الأول. قال أكمل شجرة الاحتمالات المقابلة. لاحظوا لما يقول بدون إرجاع اعلموا أن العدد ينقص. أولا عندنا الصندوق E1 فيه الأحمر فيه الحمراء وفيه السوداء. كم فيه حمراء؟ فيه 6 من ماذا؟ من 10، لأن هذا زائد هذا إنها 10 ماذا؟ 10 كريات. لاحظوا إذا كان هنا 6 على 10 فاعلموا دائما أن هذا المجموع دائما يساوي لنا 1. إذا فكم يبقى لنا؟ أكيد تبقى لنا 4 على ماذا؟ على 10. هذا الأمر الأول، لكن هذه تعتبر السحبة الأولى. هنا السحبة الثانية ينقص العدد، لأن هذه تعتبر أعيد تعتبر السحبة الأولى، يعني مثل الصورة، معنا نأخذ الصورة الأولى للوضعية. هذه صورة ثانية، أولا العدد ينقص بما أنها بدون إرجاع. إذن هنا أصبح لنا 9 وهنا 9، لاحظوا وهنا 9 كما تلاحظون. إذن هنا هذه تعتبر السحبة 2. فالحمراء ركزوا جيدا، الحمراء كانت عندنا كم؟ 6، كم تصبح لنا؟ تصبح لنا 5. الآن بين هذا وهذا قلنا كم؟ دائما 1. أكيد تبقى لنا من هنا كم؟ تبقى لنا هنا 4. نأتي الآن إلى هذه الجهة. الآن السوداء سحبت مرة، كم يبقى؟ يبقى لنا 3. الآن حتى نكمل هذا مع هذا أكيد تبقى لنا من هنا كم؟ من هنا 6، بحيث إذا جمعنا هذا مع هذا دائما قلت يساوينا 1. نأتي الآن إلى السحبة، كذلك السحبة الثالثة. السحبة الثالثة هنا ينقص مرة كذلك، تبقى لنا كم؟ 8. إذا هنا تصبح لنا 8. الآن لاحظوا وانتبهوا ما هو العدد المكمل لهذه الأربعة على 8؟ إنها 4 هكذا. نأتي الآن إلى هنا، دققوا أرجوكم. هنا كذلك تبقى لنا هنا تبقى لنا 8 وهنا 8 وهنا 8 وهنا 8 وهنا 8، لأن في السحبة الثالثة ينقص مرتين. ركزوا جيدا، أعيد، السحبة الأولى تعتبر كصورة أولى للوضعية. ماذا كان عندنا؟ شخص نصوره 3 وضعيات، هذه الصورة الثانية وهذه الصورة الثالثة، حتى تفهموا جيدا كلمة السحبة الثالثة. الآن عندنا هنا انظروا كم ذكر
العدد R في هذا المسار يا أبنائي قبل هذا حتى تفهموا جيدا. انظروا هنا كم ذكرت حرف R؟ ذكرت مرة. كلمة ذكرت مرة معناه نقصت مرة، كانت ستة كم تبقى لنا؟ أكيد تبقى لنا هنا ماذا؟ هنا خمسة، وهنا أكيد ثلاثة. ثم نأتي الآن إلى هذا الطريق، هذا الطريق نحن نملأ في حرف آن، من هنا إلى غاية هنا كم ذكر لنا حرف آن؟ النهاية دائما اتركوها، كم ذكر لنا حرف آن؟ ذكر في هذا المسار مرة، إذن فتنقص السوداء مرة، يعني كانت عندنا أربعة أكيد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا هنا ثلاثة، ونعم إنها صحيح يا أبنائي. نأتي الآن إلى هذا المسار، الآن نأتي مع طريق الحمراء من هنا إلى غاية هنا كم ذكر لنا الحرف R؟ لم يذكر، كلمة لم يذكر يعني لم تنقص، معناه تبقى لنا العدد كم؟ العدد لنا ستة. والمكملة نأتي الآن إلى هذا، كم ذكر لنا حرف N في هذا المسار؟ في قبل دائما قلت هذا لا تحسبه، ذكرت لنا مرتان، بعدما كانت ستة تبقى لنا كم؟ تبقى لنا اثنان، وهو ماذا؟ وهو الجواب فقط، بحيث دائما لما نجمع نجد في كل عقدة نجد كم؟ نجد العدد واحد. نأتي بعدها أبنائي إلى حساب الاحتمال، عندنا أ واحد الكريات الثلاثة المسحوبة من نفس اللون، وأ اثنان الحصول على كرية سوداء على الأقل. هنا أحببت أن أجيب بطريقتين، طريقة باستعمال شجرة الاحتمالات، الطريقة الثانية باستعمال ماذا أبني؟ باستعمال الترتيب، لأن السحب على التوالي بدون إرجاع. ركزوا جيدا، إذا أولا عندنا سحب ثلاث كريات من نفس اللون، من نفس اللون أكيد إما أن يكونوا ثلاثة حمراء أو ثلاثة سوداء، فمباشرة هنا لا نتعب بما أن يوجد شجرة، إذا ثلاثة حمراء أو ثلاثة سوداء معناه يصبح لنا هذا المسار، هذا اللي هو 6 على 10 في 5 على 9 في 4 على 8 أو ماذا؟ أو 4 على 10 في 3 على 9 في 2 على 8 فقط، يعني هذه هي الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون 3 R أو 3 M، وبعدها النتيجة أكيد سوف تعطي لنا ماذا؟ 1 على 5. الآن نأتي إلى الحصول على ثلاث على كرية سوداء على الأقل، يعني إما واحدة أو اثنان أو ثلاثة. أليس يا أبنائي هي اسمعوا واحدة لما يقول على الأقل إما واحد أو اثنان أو ثلاثة، أليس هي الحادثة العكسية لمن؟ للحصول على صفر سوداء. نعم، والحادثة العكسية لصفر سوداء ما هي؟ أليس هي ثلاثة حمراء؟ نعم، لهذا الأشياء تعرف بأضدادها، إذن واحدة سوداء، اثنان سوداء، ثلاثة سوداء. الحادثة العكسية ما هي؟ هي صفر سوداء، صفر سوداء ما هي؟ هي ثلاثة حمراء. ومنه ماذا نستنعرف؟ أن احتمال الحادثة زائد الحادثة العكسية يساوي لنا واحد. اسمعوا جيدا، أعيد أبنائي، الحادثة العكسية لسحب، لذن لسحب على الأقل واحدة سوداء هي ثلاثة حمراء، حيث نسمي الحادثة ثلاثة حمراء هي آ اثنان بار. ومنه ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظوا فقط حتى تتعلموا، ومنه ركزوا هكذا أبنائي، إذن ومنه بي لآ اثنان يساوي واحد ناقص بي لآ، بي لآ اثنان بار ويساوي واحد ناقص هذا المسار، وتساوي كم؟ تساوي خمسة على ماذا؟ إذن تساوي قلت خمسة على ستة. يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ، ركزوا، على الأقل إما واحدة أو اثنان أو ثلاثة، الحادثة والعكسية ما هي؟ هي لا نتحصل على أي كرة سوداء، معناه صفر آن، يعني صفر آن، صفر آن أين هو المسار؟ ها هو أمامكم، حيث دائما الاحتمال احتمال الحادثة زائد الحادثة العكسية يساوي لنا واحد، وها هو الجواب مباشرة. هذه مثلا هذه الطريقة، نأتي الآن إلى طريقة أخرى. الطريقة الأخرى كذلك أبنائي هو باستعمال قلنا كذلك الترتيب، طريقة ثانية لحساب ماذا؟ بي لآ واحد، الحصول على ماذا؟ على ثلاث كريات من نفس اللون، يعني إما ثلاثة آر أو ثلاثة آن، فتكون لنا آ ستة ثلاثة أو آ أربعة ثلاثة على دائما المجموع الكلي آ عشرة ثلاثة، وبالآلة الحاسبة نجد واحد على خمسة. هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص الإجابة على السؤال الأول، الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون. الآن نأتي الحصول على ثلاث كريات من على أو كرية على الأقل سوداء،
هاي إذن A2 هي الحادثة العكسية لثلاثة R، ومنه نطبق هذا الأمر فقط، يعني جد بسيط. P لـ A2 يساوي واحد ناقص الحصول على ثلاثة حمراء، ما هي؟ هي A6 ثلاثة على A10 ثلاثة، لأن هذه هي الحصول على ثلاثة حمراء، ونحن قلنا A2 حادثتها العكسية هي الحصول على ثلاثة حمراء هكذا. إذن أرجو قد فهمتم هنا باستعمال الترتيبة. إذن هي واحد ناقص هذه القيمة، هذه القيمة هي من ثلاث كريات، الحصول على ثلاث كريات حمراء. عندنا كذلك طريقة ثانية للإجابة على السؤال الثاني، اللي هو الحصول على كرية على الأقل سوداء، الحصول على واحدة آن أو اثنان آن أو ثلاثة آن. هنا ركزوا أرجوكم، هنا لم أستعمل الحادثة العكسية، إنما استعملت كل شيء. إذا إما واحدة سوداء واثنان حمراء، أو اثنان سوداء وواحدة حمراء، أو ثلاثة سوداء وصفر حمراء. وهنا عندنا هذا الشيء الذي تلاحظونه، ما نسميه معامل الترتيبة. وهذا معامل الترتيبة في أين نجده يا أبنائي؟ نجده في السحب على التوالي بإرجاع أو بدون إرجاع. كيف قمت بتعيين هذا؟ أولا اسمعوا، نحن كم عندنا نسحب؟ نسحب ثلاثة، نكتب ثلاثة عاملي على هنا. اسمعوا، هذا كم؟ الحصول على واحدة سوداء، واحدة سوداء واحد عاملي، في ماذا؟ اثنان حمراء، في اثنان عاملي. وهذه لما نحسبها سبحان ثلاثة في اثنان على اثنان تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ثلاثة. كذلك هنا استعملت معامل الترتيبة. كيف؟ ثلاثة، إذن دائما سحب هذا العدد، هذا نجمع هذا مع هذا، هو الذي نكتبه هنا. اسمعوا يا أبنائي، أما هذا نكتبه هنا، وهذا نكتبه هنا، ونحسب معامل الترتيبة. وهنا كذلك نفس الشيء، عندنا نحن نسحب بثلاثة، ثلاثة عاملي على هذه عاملي، في ماذا؟ في هذا عاملي، والصفر عاملي معروف أنه واحد. بعد عملية الحساب سوف نجد كذلك 5/6. أرجو قد فهمتم، ركزوا جيدا كيف نستعمل معامل الترتيبة. نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثاني، قال نسحب الآن من الصندوق الثاني، هو اثنين الذي فيه ثلاثة حمراء وواحدة سوداء وكرة، كيف هي؟ بيضاء. ها هو عندكم اثنان، قال نسحب منه كرتين وفي آن واحد، يعني أكيد هنا عملية اللي هي عدد أو عدد الحالات الممكنة للسحب أكيد هي التوفيقة سي. كم عندنا؟ خمسة. كم يسحب منها؟ كرتين، يعني سي خمسة اثنان، اللي هي بالآلة الحاسبة تعطينا 10. قال ليكن المتغير العشوائي إكس الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية، يعني عندنا ها هي الحمراء R الحمراء، لكن ليس المسحوبة إنما المتبقية. ركزوا جيدا إلى هذا السؤال وقد جاء في البكالوريا. قال عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X. قبل أن نتحدث عن هذا نتحدث عن قيم X الممكنة. ركزوا أرجوكم، إذن هذا X ماذا يتبع؟ يتبع عدد الكريات المتبقية. الآن لاحظوا أبنائي وانتبهوا، الآن تخيلوا يا أبنائي، لاحظوا إذا خرجت، يعني تحصلنا على 2R، تخيلوا لو خرجت هذه مع هذه، كم يبقى لنا في بالداخل في الصندوق؟ أكيد يبقى لنا واحد. قال هو يتبع الكريات الحمراء المتبقية، أعيد المتبقية في الصندوق. تخيلوا إذا سحبنا اثنان حمراء كم يبقى؟ يبقى واحدة حمراء، ومنه X يساوي واحد. الذي تبقى في الصندوق هي الذي نقول X يساوي. الآن تخيلوا الآن أبنائي لو تحصلنا على ماذا؟ على واحدة حمراء وواحدة مثلا، كيف هي؟ وواحدة سوداء. الآن كم يبقى لنا ماذا بداخل؟ قلت كم يبقى لنا بداخل الصندوق؟ يبقى لنا اثنان. لهذا نقول إذا خرجت واحدة حمراء تبقى اثنان حمراء، ومنه إكس يساوينا اثنان. إذن إذا خرجت واحدة حمراء كم يبقى بالإناء الحمر؟ يبقى لنا أبنائي اثنان. الآن إذا خرجت
كم إذا تحصلنا على وصفر حمراء، يعني لم تخرج لنا أي كرية حمراء، معناها خرجت هذه وهذه، كم يبقى لنا حمراء؟ أكيد يبقى لنا ثلاثة. لاحظتم؟ يعني الأمر العكسي، إذا خرجت اثنان حمراء المتبقية هي واحدة حمراء، فنقول إكس يساوي واحد، لأن إكس يتبع المتبقية، إما تبقى لنا واحدة وتبقى لنا اثنان أو تبقى لنا ثلاثة. الآن نأتي إلى قانون الاحتمال، نقوم بحساب احتمال هذه الحوادث. إذا ننطلق في الحالة الأولى، إذا كان بي لإكس لما إكس يساوي لنا واحد، يعني إذا بقيت لنا كيف؟ بقيت لنا بالداخل واحدة حمراء، كم خرجت؟ خرجت لنا اثنان حمراء، فنقول هنا دائما في المتبقية لما تحسبون تحسبون على هذه الحالة، أعيد يا أبنائي وانتبهوا، تحسبون على التي خرجت. نقول بي لإكس يساوي لنا واحد، معناه كم خرجت؟ خرجت لنا اثنان حمراء، نحن كم نملك من الحمراء؟ نملك ثلاثة، كم خرجت؟ اثنان، فنقول سي ثلاثة اثنان على سي خمسة، اثنان وتساوي لنا ثلاثة على عشرة. هذه النقطة الأولى. الآن إذا تبقى لنا اثنان، يعني إكس يساوي لنا اثنان، كم خرجت؟ خرجت لنا واحدة حمراء، معناه واحدة مثلا حمراء وواحدة سوداء، أو نقول واحدة حمراء وواحدة من الباقي، يعني من السوداء أو البيضة، فنعبر عن هذا، لاحظوا، فنقول هكذا. لهذا أنبهكم جيدا إلى هذه الحالة، بي لإكس يساوي لنا اثنان، فتخرج لنا واحدة حمراء وواحدة من الإما السوداء أو البيضاء يا أبنائي. الآن نأتي إلى الحالة الثالثة، إذا خرجت صفر حمراء، ماذا كم يبقى لنا؟ يبقى لنا ثلاثة حمراء، صفر حمراء، ها هي خرجت صفر حمراء واثنان من أنا البقية. لاحظوا جيدا، إذا خرجت لنا صفر حمراء، ها هي صفر حمراء، إذن فكم خرجت؟ خرجت لنا واحدة منها اثنان من هذه التي بقيت لنا، من هذه من السوداء أو البيضاء، فنقول سي ثلاثة صفر في سي اثنان اثنان، يعني خرجت هذه على سي اثنان خمسة وتساوي لنا واحد على عشرة. إذا جمعنا هذه الاحتمالات كم نجد؟ نجد واحد. لهذا أنبهكم جيدا في المتبقية، المتبقية دائما تحسبون الاحتمال التي خرجت، يعني هنا بقيت لنا واحد، معنى خرجت حمراء، اثنان حمراء، فنقول اثنان حمراء، إذا بقيت لنا اثنان هنا حمراء، فخرجت واحدة حمراء وواحدة من الباقي، إذا بقي لنا صفر حمراء، إذا خرجت لنا صفر حمراء، بقيت لنا ثلاثة، فنقول صفر حمراء واثنان من بقية الألوان. بعدها أبنائي ماذا نفعل؟ بعدها نقوم بإنجاز جدول هو الذي يلخص، نلخص قانون الاحتمال في الجدول ها هو التالي. ثم طلب منا في الأخير قال أمل الرياضيات، أمل الرياضيات معروف قانونه أبنائي، أنه أولي إكس يساوي لنا هذا في هذا وهذا في هذا زائد هذا في هذا، فوجدنا 9 على 5 فقط أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثالث، قال نسحب الآن في آن واحد كرتين من الصندوق واحد، يعني هنا أكيد نطبق عليه سي، يعني سي كم عندنا؟ عندنا 10، كم نسحب منها؟ نسحب منها 2. قال وكرة واحدة من الصندوق اي 2، يعني اي 1 نسحب منه هكذا، يعني هنا كذلك توفيق سي كم عندنا؟ 5 1 أكيد هنا. وبعدها قال ماذا؟ قال احسب احتمال الحادثة ثلاثة، الكرية الثلاثة المسحوبة حمراء، يعني نسحب اثنان من الصندوق الأول وواحدة من الصندوق الثاني. قال احسب، إذا نأتي الآن حساب بي لثلاثة، إذا آ ثلاثة سحب اثنان حمراء من الصندوق الأول وواحدة حمراء من الصندوق الثاني، وكلمة و هي في، فنجد يا أبنائي هكذا، إذا بي لآ ثلاثة تساوينا اثنان حمراء من الصندوق الأول، يعني اثنان من ستة على اثنان، اثنان من ستة واثنان على اثنان من عشرة، في لأن و هو في ماذا؟ وواحدة من الحمر في الصندوق الثاني كم؟ واحدة من ثلاثة على الكل اللي هو خمسة، نأخذ منها كم؟ نأخذ منها واحد. أرجو قد فهمتم. إذا اثنان حمراء من الصندوق الأول وواحدة حمراء من الصندوق الثاني، بعد عملية الحساب سوف نجد واحد على خمسة فقط.
نأتي الآن أبنائي إلى تمرين آخر كذلك يحمل فكرة رائعة. قال علبة تحوي 3 كرات حمراء وأن كرة بيضاء، حيث أن عدد طبيعي غير معدوم ويختلف عن العدد 1. قال نسحب من العلبة وبطريقة عشوائية كرتين في آن واحد، يعني توفيق. قال ونعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة من هذه السحابات ما يلي. إذن هذا X يأخذ أولا 2. هذا ماذا إذا كانت السحبة تحوي كرتين من لونين مختلفين، يعني كرة حمراء وكرة بيضاء، ويأخذ قيمة ناقص 2 إذا كانت السحبة تحوي كرتين من نفس اللون، يعني إما 2 حمراء أو 2 بيضاء. قال واحد عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم قال عين عدد الكرات البيضاء حتى يكون الأمل الرياضية للمتغير العشوائي X معدوما. إذن لننطلق في الشرح المفصل. وان كرة كيف هي بيضاء؟ قال نسحب من العلبة وبطريقة عشوائية كرتين في آن واحد. لما يقول في آن واحد أكيد يأتي في ذهني توفيق. إذن ماذا نقول؟ أولا نقول حساب عدد الحالات الممكنة لمن؟ لهذا السحب. ما هو هذا السحب؟ أكيد هو التوفيقة. من هي اللي هي سي؟ كم يوجد لنا من كرية؟ يوجد لنا آن زائد 3 أو 3 زائد آن. إذن آن زائد 3 2. لماذا 2؟ لأن نسحب كرتين. ويساوي لنا ماذا يساوي لنا؟ ركزوا جيدا. إذا قلنا سي هكذا، اسمعوا جيدا حتى تعلموا. إذن تصبحنا هكذا، لاحظوا ها هو القانون حتى تتعلموا. إذن تقول القاعدة، نقول هذا عاملي اللي هو من؟ اللي هو آن زائد 3 هكذا عاملي على هذا عامل اللي هو 2 عاملي في ماذا؟ في آن زائد 3 ناقص هكذا ناقص 2 عاملي. هذا هو قانون التوفيق. التوفيق نقول هذا الذي يكون هنا اللي هو آن زائد 3 عاملي على ماذا؟ على هذا عاملي في آن زائد 3 ناقص هذا 2 عاملي. لاحظوا ماذا تحصل؟ تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا آن زائد 3 عاملي على 2 عامل، معروفة أن 2 عامل هو 2 في 1 الذي يساوي لنا 2. إذا تصبح لنا هنا 2. أما تصبح لنا في الآخر اللي هو آن 3 ناقص 2 اللي هو كم؟ اللي هو 1 عاملي. لاحظوا وانتبهوا أرجوكم، هذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا إذا أتينا إلى هكذا حتى نفهم جيدا، آن زائد 3 عاملي ما هو؟ هو آن هكذا، هو آن زائد 3 في آن زائد ماذا؟ زائد 2 في آن زائد 1 عاملي. إذن ركزوا، لماذا توقفت عند هذا الحد حتى أختزله مع هذا حتى تفهموا؟ أصبح أنا آن زائد 3 في آن زائد 2 في آن زائد 1 عاملي على هكذا على 2 في آن زائد 1 هكذا عاملي. فماذا يحدث يا أبنائي؟ أنه هذا وهذا سوف يختزلان. فماذا ينتج؟ ينتج لنا سي آن زائد 3، قلت 3 2 ماذا يساوي؟ يساوي أن آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2 على ماذا؟ هكذا على 2. هذه هي عدد التوفيقات التي علينا أن نفهمها جيدا. من هذا لما نقوم بحساب عدد الحالات الممكنة يمكن الآن أن نأتي للإجابة عن عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال اللي هو حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب، لأن لا يمكن أن نقوم بتعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ونحن لا نعرف عدد الحالات الممكنة، نأتي الآن لنكتب تعيين. إذن تعيين قانون الاحتمال للمتغير الذي اسمه العشوائي X. إذن أولا ما هي قيم X يا أبنائي؟ نقول مجموعة قيم X هي ماذا؟ هو ماذا قال؟ يساوينا هكذا، قال إما يأخذ لنا 2 أو ناقص 2. نرتبها ونقول يأخذ ناقص 2 وماذا؟ هو 2. لاحظوا متى يأخذ لنا 2؟
يأخذ لنا 2 إذا كانت السحبة تحوي على كرتين من لونين مختلفين، ويأخذ ناقص 2 إذا كانت السحبة تحوي كرتين من نفس اللون. إذن لاحظوا جيدا، نقول حساب احتمال الحادثتين. إذن الحادثتين ما هما؟ الحادثة من أجل إكس يساوي لنا ناقص 2، وماذا؟ وإكس يساوي لنا 2، لأن المتغير العشوائي يأخذ القيمة ناقص 2 ويأخذ لنا 2. ننطلق من أجل بي لي. إكس كم يساوي؟ إكس يساوي لنا ناقص 2. ناقص 2 ماذا قال يا أبنائي؟ لاحظوا، قال الناقص 2 إذا كانت السحبة تحوي على كرتين من نفس اللون. كرتين من نفس اللون معناه إما كرتين سوداوين أو كرتين حمراوين، ونحن عندنا كم؟ عندنا 3. أو دائما في الاحتمالات لما نقول يوجد اختيار، يعني خيار، نقول أو يعني زائد. أو ماذا؟ أو سي كم يوجد لنا؟ لاحظوا جيدا، يوجد لنا آن ونأخذ منها 2 على سي آن زائد 3 2. إذا نركز جيدا، إذا من أجل إكس يساوي لنا ناقص 2، ناقص 2 قال إذا كانت السحبة تحوي كرتين من نفس اللون، ما معناه؟ إما كرتين حمراوين، إما كرتين بيضاوين. كرتين حمراوين عندنا كم؟ عندنا 3 نأخذ منها 2، أو اللي هو أو هو زائد، أو آن كرة بيضاء نأخذ منها 2. ثم الآن نكمل الحساب تساوي. أولا نقوم بحساب سي 3 2. لو نأتي الآن قلنا ماذا يساوي؟ يساوي لنا 3 عاملي على 2 عاملي في 3 ناقص 2 عاملي، فأصبح لنا 3 في 2 على ماذا؟ على 2 في ماذا؟ في 1، فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا 3. ثم نأتي الآن إلى سي آن 2. سي آن 2 ماذا يساوي؟ يساوي لنا آن عاملي على 2 عاملي في آن ناقص 2 ماذا؟ عفوا، ناقص قلنا 2 عاملي، ويساوي آن عاملي ما هو؟ هو آن في آن ناقص 1 في آن ناقص 2 عاملي على ماذا؟ على 2 في آن ناقص 2 عاملي. لماذا نتوقف هنا في البسط هكذا حتى يذهب هذا؟ لو كانت هنا حتى آن ناقص 3 لقلنا آن في آن ناقص 1 في آن ناقص 2 في آن ناقص 3 عاملي على آن ناقص 3 لنختزل هذا مع هذا. إذا فيذهب هذا وهذا، فيبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا آن زائد أو آن عفوا آن في آن ناقص 1 على ماذا؟ على 2. الآن نأتي بكل واحد بما يساوي. هذا ها هي قيمته التي هي كم؟ التي هي 3. وهذا نأتي بقيمته كذلك هنا، فماذا يصبح؟ يصبح لنا آن هكذا، آن في آن ناقص 1 على ماذا؟ على 2 الكل على. عندنا كذلك سي آن زائد 3 2، ها هي قيمتها. من هي قيمته؟ هي آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2 على ماذا؟ على 2. ولا ننسى أنه خط الكسر الكبير ها هو يا أبنائي. دققوا هنا أرجوكم نقطة نقطة. معناها سوف نكمل الآن الحساب. إذا هكذا يصبح لنا يساوي. إذا ما علينا الآن إلا أن نفكر في توحيد المقام. إذا وحدنا المقام هنا نضرب هنا في ماذا؟ في 2 لتوحيد المقام. فأصبح لنا 6 زائد ننشر هذا في هذا. آن ناقص ماذا؟ ناقص آن على 2، والمقام اللي هو آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2. إذا ها هو خط الكسر الكبير على 2. فماذا ينتج أو كسر على كسر؟ أن هذا وهذا سوف ينقلب بقاعدة المقلوب. إذا قلنا هذا في هذا، نعتذر هنا آن مربع، أعتذر فقط آن مربع أبنائي، أعذروني جزاكم الله خيرا. فماذا تصبح؟ تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا آن مربع ناقص آن زائد 6 على ماذا؟ على آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2. إذن الآن ها قد قمنا بحساب بيلي. ماذا؟ بيلي إكس من أجل إكس كم يساوي؟ يساوي لنا ناقص 2، قلنا يساوي لنا آن مربع زائد ناقص آن زائد 6 على آن زائد 3، أيضا قلت آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2 المقام، يعني لا تنشره لأن لا نحتاج نشره.
إذن هنا زائد قلنا 3. بعدما أنهينا من أجل x يساوي ناقص 2، نأتي الآن من أجل x يساوي 2. إذن نكتب هنا كذلك هكذا حساب b لx من أجل x يساوي 2. الاثنان ما هي؟ الاثنان إذا كانت السحبة تحوي كرتين من لونين مختلفين. ما معناه؟ معناه واحدة حمراء وواحدة كيف هي بيضاء، وكلمة هو في تصبح لنا بي لي x من أجل x يساوي لنا 2 يساوي هكذا يساوي لنا c. كم يوجد لنا من الحمراء؟ يوجد لنا 3 نأخذ منها واحدة. في كم يوجد لنا من البيضاء؟ عندنا m نأخذ منها واحدة. على c n زائد 3 2 تصبح لنا تساوي أولا c 3 1 تساوي لنا 3 عاملي على 1 عاملي في 3 ناقص 1 عاملي، وتساوي لنا 3 في 2 على ماذا؟ على 1 في 2، لأن هذه تعطينا 2 عاملي هو 2 في 1. معناه هكذا يذهب هذا مع هذا، هذا مع هذا، إذن قلت يذهب هذا مع هذا تصبح لنا 3. نأتي كذلك إلى سي آن 1 يساوي لنا آن عاملي على 1 عاملي في آن ناقص 1 عاملي، ويساوي آن عاملي اللي هو آن في آن ناقص 1 عاملي على ماذا؟ على 1 في أو الواحد لا داعي لكتابته، لأن 1 عاملي هو 1 آن ناقص 1 ماذا؟ عاملي. فماذا يحدث؟ أنه هذا عفوا نكتب نختزل بخط هكذا وهكذا، ماذا يصبح؟ يصبح يساوي لنا آن. إذن هذا نعوضه بالثلاثة وهذا نعوضه بآن، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 3 آن على هكذا. إذن على ماذا؟ على آن زائد 3 في آن زائد 2 على 2. كسر على كسر، لا ننسى أنه خط الكسر الكبير ها هو يا أبنائي. إذن ماذا ينتج؟ أنه الأول يبقى اللي هو 3 آن، إذن قلت 3 آن يبقى، والثاني يقلب يصبح لنا 2 على آن زائد 3 في آن زائد 2، فالبسط في البسط وهذا مقامه واحد، فيصبح لنا هكذا حتى نفهم جيدا. يصبح لنا بي لي إكس من أجل إكس يساوي لنا 2 يساوي، إذن لما نضرب هذا في هذا يصبح لنا 6 آن على آن زائد 3 في آن زائد 2. هذا هو بي لإكس من أجل إكس يساوي لنا كم؟ 2 فقط أبنائي. الآن بعدما أنهينا مع هذا، نأتي الآن إلى ملء هذا الجدول. نقول هكذا وعليه ماذا؟ وعليه قانون الاحتمال للمتغير العشوائي، ركزوا هذا نجعله هكذا فاصل، إكس موضح موضح في الجدول التالي. لاحظوا يا أبنائي، إذا عندنا هنا نقوم بملء هذا الجدول، نكتب هنا ماذا؟ نكتب هنا إكس إي، وهنا بي لإكس من أجل إكس يساوي لنا إكس إي. أولا ما هي قيم متغير العشوائي؟ قلنا هي الناقص 2 والإثنان. ما هي بي لإكس لما إكس يساوي لنا ناقص 2؟ ها هي هذه القيمة. إذا ما علينا إلا أن نقوم بماذا؟ بنسخها ونضعها هنا. ثم عندنا كذلك بي لإكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 2، نأتي بها ونضعه هنا. إذا فهذا هو الجدول الذي يوضح لنا قانون الاحتمال العشوائي للمتغير العشوائي لإكس فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، نأتي الآن إلى ثانيا، قال عين عدد الكرات البيضاء حتى يكون الأمل الرياضياتي اللي هو أو لإكس للمتغير العشوائي إكس معدوما. إذا نكتب هنا تعيين عدد الكرات ماذا؟ البيضاء، يعني تعيين آن، لأن الكريات البيضاء هنا عددها هو آن. قال تعيين عدد الكرات البيضاء حتى يكون أو لإكس يساوي الصفر، معناه الأمل الرياضية معدوم. أولا عندنا أو لإكس كقانون ماذا يساوي؟ يساوي لنا المجموع من إي يساوي لنا واحد إلى غاية ماذا؟ اسمعوا هنا، عدوا هذا العمود، واحد اثنان. إذا لما قمنا ليس القيم هي هذه الاثنان ناقص اثنان والاثنان، لا،
عدد الأعمدة هنا واحد اثنان، إذا من واحد إلى غاية اثنان لمن؟ لإكس إي ضرب ماذا؟ ضرب بي لإكس، من أجل إكس يساوي لنا إكس إي. هذا هو قانون الأمل الرياضية. لو كان هنا عندنا العمود الثالث لقلنا هنا إلى غاية الثلاثة حتى نفهم جيدا. بعدها ماذا يأتي؟ نأتي الآن إلى عملية الحساب. نقول هكذا إلي إكس ماذا يساوي؟ إلي إكس يساوي لنا هذا في هذا زائد هذا في هذا. هذا هو المقصد بترجمة هذا القانون. فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا ناقص، قلت ناقص اثنان ضرب ماذا؟ ضرب ان مربع ناقص ان زائد ستة على ان زائد ثلاثة في ان زائد اثنان، ثم زائد هذا في هذا اللي هو ماذا؟ اللي هو اثنان في ستة ان على ان زائد ثلاثة، قلت في ضرب ان زائد اثنان. نكمل الآن الحساب ثم نبحث عليه ثم نحل المعادلة اللي هي إلي إكس يساوي لنا الصفر. دققوا جيدا حتى تفهموا. أصبح لنا هذا، بما أن هذا مقامه واحد وهذا مقام واحد، فهذا كليا يضرب في البسط وهذا كليا يضرب في البسط. أصبح لنا إلي إكس يساوي لنا نضع خط الكسر هكذا، أصبح لنا ناقص اثنان آن مربع زائد اثنان آن، لأن هذا في هذا يعطينا زائد، ثم هذا يضرب كذلك هنا وقلت ويضرب كذلك هنا، أصبح ناقص كم؟ ناقص 12 لأن ناقص 2 في 6، ثم زائد بما أن هنا المقام موحد فيمكن أن نكمل العملية هكذا، زائد هذا في هذا يعطينا زائد 12 آن على آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2. إذا هكذا وتصبح لنا تساوي، دققوا هنا أرجوكم، تصبح لنا هكذا العملية. إذا ناقص اثنان آن مربع وعندنا هذا مع هذا يصبح لنا زائد 14 آن ناقص 12 على آن زائد 3 في ماذا؟ في آن زائد 2. إذا من هو هذا؟ إنها إلي إكس. إذا ركزوا الآن يا أبنائي، قال هو عين عدد الكريات البيضاء أو الكرات البيضاء. إذا نأتي الآن يا أبنائي إلى هنا لنقوم بحل هذه المعادلة. نقول إذا هذا هو إلي إكس، نقول حتى يكون إلي إكس يساوي الصفر، أو نقول إلي إكس يساوي الصفر، نقول هكذا إلي إكس يساوي الصفر، معناه ماذا؟ معناه أن هذا الكسر يساوي ماذا؟ معناه هذا الكسر يساوي لنا الصفر. لكن نحن نعلم في الرياضيات أنه أ على ب يساوي الصفر، أي أ هو الذي يساوي الصفر. ما معناه؟ معناه ناقص اثنان آن مربع زائد 14 آن ناقص 12 يساوي الصفر. يمكن أن نقسم هنا على اثنان ونقسم على اثنان ونقسم على اثنان، لا يحدث شيء. سبحان ناقص آن مربع زائد 7 آن ناقص 6 يساوي الصفر. نحسب المميز لأنه معادلة من الدرجة الثانية. أصبح لنا 49 ناقص 4 في ناقص 1 في ناقص ماذا؟ في ناقص 6، وتساوي لنا 49 ناقص 24 ويساوي لنا كم؟ 25. أصبح لنا دالتا جذره يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 5. للمعادلة جذران أو للمعادلة حلان كيف هما متمايزان. ركزوا، إذا قلت حلان متمايزان، أصبح لنا آن واحد يساوي ناقص ب يعني ناقص 7 ناقص جذر دالتا على اثنان أ، الأ هو ناقص واحد، ها هو أمامكم الأ، فماذا يصبح؟ تصبح لنا ناقص 12 على ناقص 2 أصبح لنا 6، وآن اثنان يساوي لنا ناقص ب زائد جذر دالتا اللي هو 5 على 2 في الأ، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 2 على ناقص 2 ويساوي لنا 1. لكن لا ننسى شرط كان عندنا، قلت أنه آن عدد طبيعي غير معدوم ويختلف عن 1، فنقول ماذا؟ نقول هذا كيف هو؟ مرفوض. مرفوض لماذا؟ لأن قلنا آن عدد طبيعي
غير كيف هو غير معدوم، هنا نقول لأن معدوم ويختلف عن ماذا؟ عن واحد. إذن وهذا هو مقبول. إذن ما هو عدد الكرات؟ نقول وعليه عدد الكرات، إذن نقول وعليه عدد الكرات البيضاء حتى ال اكس يساوي الصفر، هو ما هو العدد اللي هو ان يساوي لنا 6 فقط ابنائي. ارجو قد فهمت، لان لما قمنا بحل هذه المعادلة وجدنا ان، ونحن قلنا ان عدد الكرات البيضاء فوجدناها كم؟ 6. ارجو قد فهمتم الفكرة يا ابنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحم الطائرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.